يعني لا نستطيع أن نقول بشكل كامل أنه هذا نجاح التيار المحافظ على التيار الألماني، يعني بشكل كامل لا نستطيع أن نقول ذلك، ولكن يمكننا أن نقول هذه كان خطوة ناجحة أو رسالة قوية في هذا المجال. طيب، التيار الآخر في تركيا، يعني لا أتكلم عن المؤدلجين، أتكلم عن المراقبين الذين ربما يعني إن كانوا لا يدعمون الحزب الحاكم أو حزب العدالة والتنمية، لكنهم يرون تركيا في مكانة متقدمة. أتكلم عن مراقبين حياديين، كيف يرون افتتاح مسجد التقسيم؟ يعني كيف يقيمون هذه الخطوة؟ طبعا هذا السؤال كان أظن أنه يجب أن يطرح أو يسأل للأشخاص الذين يفكرون بهذه التفكير أو بهذه المكان، الذين يقفون بهذا المكان، ولكن نستطيع نحن كأشخاص الذين يفكرون أو يدافعون عن التركية الجديدة نرى أن هؤلاء الأشخاص الذين يراقبون الموضوع، هؤلاء أيضا يدافعون عن هذه الفكرة، ولكن قسم منهم يقف ضد ذلك.